اسمي نورة، مدربة رياضة ومصممة عروض مسرحية. أنا أكبر بنت في الجروب، عمري 34 سنة. أنا من السعودية، مدينة جدة. الكل يفكرني قوية، المغامرة، تتخطى التحديات، اللي دايماً قائدة أو معتمد عليها زي ما بيقولوا. بس الحقيقة ما يعرفوها، من جد ما يعرفوها. والآن وصلت هنا بالضبط زي أمل، امرأة عربية فخورة بحاول أسوي تغيير وأغير نظرة العالم لنا. بقول للبنات إنه ترى عادي إن الواحد يبكي.